فوعي الدفاع المدني في ريف حمص الشمالي، نقوم بوقف الضامونين نصرة لإخواننا في الغوطة، وتنديدا بالجرائم التي يرتكبها النظام وحلفائه من استخدام كيماوي وقصف وتهجير وقتل الأطفال والشيوخ والنساء. احنا اليوم الدفاع المدني بنوقف وقفة احتجاجية مع اهلنا بالغوطة، يعني هذا الشيء اللي عم يصير بالغوطة يعني كله حرام، قتل، تدمير، اشلاء الاطفال، يعني والله الشيء بزعل. يعني نحن ما فينا نعمل شيء مع جماعة الغوطة الا بس انه نوقف معهم ونوصل صوتنا للعالم كله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يحدث في الغوطة الشرقية من قتل وتهجير وجوع وحصار ومجازر إنسانية هي جريمة بحق الإنسانية جميعها، جريمة بحق الأطفال، ونتفاجأ بالصمت العائم الذي يعم العالم. ليش هالصمت؟ يعني ليش تخاذل؟ يعني صمت الأخيار هو أكبر من ظلم الأشرار بنفسهم. ليش الصمت هذا اللي عم يصير وأهلنا بالغوطة عم يتقتلوا وعم يجوعوا وعم يتشردوا؟ والمقاطع الفيديو والفيديوهات خير شاهد على هالشيء اللي عم يصير بالغوطة. بنرجو من العالم جميع، من أخيار ومن رؤساء ومن دول ومن حكام، أن تتضامن مع أهلنا في الغوطة الذين يعانون من الأمرين، من الإجرام والتهجير والقتل والجوع والحصار. فهذا الشيء ما بصير، يعني حرام. ما عم نتفاجأ باللي عم يصير وهالصمت العام المجتمع، وكأنه العالم صم عمي، ما حد عم يشوف شيء. وشكرا.